فوز على منتخب أنا أظنه يستحق الاحترام المنتخب الكندي برغم الخسائر الثلاث يستحق الاحترام، وانتقال سلس ويسير إلى الدور الثاني، ويعني أتمنى لهم، أتمنى لهم يعني اليابان وليس إسبانيا، أتمنى لهم يعني في المرحلة المقبلة. والله أبو علي اللي يريد يروح يوصل للربع النهائي والنصف النهائي والنهائي هو راح يقابل كل هذه الفرق. إذا تشوف الفريق المغربي من لعب وفريق كرواتيا، هذا الكرواتي الفريق القوي لم يهزم، طلع 0-0. من الصعوبة أنه أنت تسجل حتى اليوم الهدف اللي يسجل فيه مرمى هو نتيجة خطأ مدافع تغير اتجاه. أول هدف عكسي. أول هدف عكسي. يمكن إحنا دورنا بالمناسبة الأوائل يعني. بالشوط الأول الفريق المغربي يعني هم ما غيروا من تشكيل الفريق، يعني بدأوا بمن بياسين وأشرف حكيمي اللي هو على جهة اليمين مع زياش مسوي كل شيء حسب التشكيلة. نتيجة مفرحة إيش واحد يباوع عليها يرتاح طبعا تريحك. وبالمناسبة هذا ثاني فريق أفريقي ينتقل بعد السنغال إلى الدور الثاني. والفريق بالمناسبة يمكن إحنا الفريق الأسترالي الآسيوي الأول اللي لعب الملحق انتقل على حساب الأندية الأربعة الأوائل، وإن شاء الله يكون إن شاء الله يكون الفريق الياباني اليوم يدخل على حساب المنتخبات. فخلينا نمر على الفريق الفريق المغربي. الأسلوب نفس الأسلوب اللي انتهجوه بكل مباراة، نفس التشكيل، نفس التشكيل يعني التشكيل نفس محافظ عليه، سواء أنه من وصلت الدقائق الأخيرة بدأت التبديلات. أشرف حكيمي يمكن غيره بالدقيقة 85. طبعا أكو رجل يسمونه رجل المباراة عند المغرب وشايل الفريق بأكمله، وقد يكون يوافقني الرأي أبو جنة اللي هو سفيان مرابط اللاعب رقم 4. قد ما يوافقك الرأي. لا إن شاء الله. لا أنا أوافق لأنه سفيان مرابط أنا حسب تصريحات أنه تحت أنظار المدرب ليفربول كلوب، وهو يورغن كلوب مراقبة من فترة طويلة، وأكيد راح يكون محط أنظار ضمن خياراته من ضمن اللاعبين اللي متابعهم واضع عليهم. يعني ربما سنرى مرابط في ليفربول ربما. نعم يعني زياش من تجي على هذا اللاعب رقم 7. نعم يمكن واحد من أذكى لاعبين كرة القدم بالمغرب العربي اللي هو راح يسجل اثنين. خلينا نشوف بس خاف المستحيل معقول. نعم هكذا نعم راح يصعدون يصيرون نعم ستة. نعم لا لا شلون اي فازوا على اليابان يصعدون هم واليابان هم واليابان ممتاز. نعم نعم يلا زياش هسه تقدر بعد بعد ضيع زي هاي المتنعيم انت بعد حرجتنا تقول لي لا تقول لنا اقول لك لو ما اقول لك بعد لا اقول يا لا مو احنا هذا يعطينا انه دائما نحدد يعني المعلومات انا اعتقد يعني خلينا بعدين نسولف على هاي اللعبه خلينا نروح للفرح لي خلينا تنتهي وتنحسم لانه اكو فقاعات اوروبيه جاي تتفجر متغيرات لازم نسولف بها فقاعات المنتخب الالماني ليس منتخبا المانيا والإسبان يعني أنا عندي رأي آخر نسولف بيه بعدين. زياش واحد من أفضل اللاعبين يعني جهة اليمين بالنسبة للفريق المغربي أشرف حكيمي وزياش يعني من جهة اليمين يفعلون كل شيء.